275 وافد موزعين على 7 فنادق تم تسخيرها بالولاية لاستيعاب هذو الوافدين ووضعهم في الحجز الصحي أو الحجر الصحي. وكما قلنا أن مديرية السياحة لولاية تتبسة تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية قمنا بوضع الوافدين للولاية في أحسن المرافق وأحسن الظروف ومع المرافقة النفسية والمرافقة الطبية والتعقيم بشكل دوري وكذا الإطعام وكذا السهر على راحتهم حتى يكونوا في أحسن الظروف اللائقة.